ارتكاب خطأ أو إهدار ركلة جزاء أو تخلي التوفيق عنك في مرة أو مرات أمور واردة وطبيعية في عالم كرة القدم، فليست هذه هي نهاية الحياة، بل ربما هي دروس تدفعنا لتعلم المزيد وتحسين وتصحيح الأوضاع مستقبلاً. حالة من السخرية والتنمر الشديد تعرض لها محمود علاء مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري في الموسم الجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الكارهين والحاقدين للكيان الأبيض بغرض النيل من اللاعب. محمود علاء المدافع الهداف الذي لم يكتفي بتقديم أدواره الدفاعية المميزة وتقدم للأمام وجسد دور المهاجم البارع، فمن ينسى الهاتريك الشهير له في مباراة الزمالك وطلائع الجيش في موسم 2018-2019، وركلة الجزاء التي كانت بمثابة قبلة الحياة للقلعة البيضاء في نهائي الكونفدرالية. من ينسى أن محمود علاء هو الهداف التاريخي لمدافعي النادي على مر العصور؟ محمود علاء الذي خرج للإعارة في الموسم الجاري لصفوف الاتحاد السكندري، تنتظر جماهير القلعة البيضاء عودته من جديد لصفوف ميت عقبة عقب نهاية الموسم وقيادة الدفاع الأبيض عن جدارة. محمود علاء المخلص الوفي للفانيلة البيضاء، تزداد غيرته على قميص النادي فتزداد عشق الجماهير له. نحن ندعمك دائماً ونساندك، فلا تنظر أبداً إلى الخلف.